لو عايز تعرف أي مجتمع بيفكر إزاي، إيه الأعراف والتقاليد والقيم اللي بتحكمه، اسمع مواويل المجتمع ده. الموال من أكتر فنون الغنى الشعبي تعبيراً عن تجارب الإنسان، انفعالاته، المواقف اللي بتقابله في حياته، علاقته بالناس اللي حواليه، آراءه ونظرته للحياة. وسوهاج هي بلد المواويل. خلي طفل عنده 9 سنين يفكر في الغنى. والله انا يعني من كنت في رابعه ابتدائي كتاب ازهر جمعيه تحفيظ القران. تمام. وبعدين يعني كان الصوت جميل وقرات كذا مره في المناسبات مع مشايخ كبار، يعني كان الصوت موهبه يعني حلو من عند الله. بعد كده طبعا عشقت الفن من بعض يعني الفنانين اللي هم كانوا يسمعوا الاول، يعني زي الست ام كلثوم صوتها عشقته، عبد الحليم، فريد الاطرش، محمد عبد الوهاب. ده بالنسبه للفنيه الموسيقى العربيه والفندي. الفن الثاني الفن الشعبي طبعا كان يعني المثل الاعلى بتاعنا والفنان بتاعنا اللي احنا كان مشهور معانا هنا في الصعيد المرحوم شوقي القناوي الله يرحمه. طبعا قامه كبيره. شوقي القناوي واحد من الفنانين الشعبيين اللي حققوا شهرة من ستينات القرن اللي فات للتسعينات، وهو بينتمي لعيلة فنية كبيرة في قمة، منها كمال وفاروق وفاول القناوي ومحمد كمال، بس شوقي كان الأشهر وكان بيقول سيرة هلالية، بس مكانته الأهم كانت في الموال. الناس في الصعيد حبت مواويله، يا مسهر ولاد الغرام ومجاريح وبلد الحبايب بلدي، أمانة يا طبيب وأهل المحبة مظالين. عملت شغل موال. والموال كان اكثر تميز. ليه الموال وليه سوهاج اصلا يعني مرتبطه بالموال؟ يعني دايما يتقال سوهاج بلد المواويل. سوهاج اتميزت بالموال الكامل. يعني ايه كامل؟ يعني ايه كامل؟ لما اجي اقول لك العليل اشتكى للطبيب وقال له انا بليت وظهر معايا الم، والالم الم جسمي لما انتسع جلعان. ركز على أول حرف جلعان. وفين الحبايب وفين الصديق؟ جلعان الثانية. وكل صاحب مشيته ألقى الجديد جلعان. الثلاثة دول تمام ليهم فكة طبعا. بيقول أنا بليت وظهر معي ألم، والألم ألم جسمي لما انتسع. معنى الانتساع لما وسع لما كبر جه لغاية العين جلعان الألم. وفين الصديق؟
وفين الحبيب اللي هيجي عين جلعان. وكل صاحب مشيته ألقى الجديد جاء العن من اللي قبله. العن من اللي قبله. جلعان. دول ثلاثة. الكمالة بتاعتهم عشان يبقى الموال كامل. أنا بليت وتعبت ولجنب الوالدة والبين. ولجنبي الوالدة ولابويني. ولجنب الوالدة والبين. وجميل اللي صنعته مع الردي لا ظهر والبين. لا ظهر ولا بان. شوف الدنيا الردية لما تميل. تهد القصور العالية والبنى والبين ده الدنيا والبين لهم ميلة على الجلعان. شوف أوله جلعان وآخره جلعان. جلعان ده المسبع. تمام. ده الصباعي. ممكن تخليه 14 ممكن تخليه 7. تمام. اتميزنا محافظ سوهاج وفنانين سوهاج بالموال الكامل الصباعي السبعة أو الـ14. جيب لي مثلا في جينة ولا أسوار ولا في أي مكان. بقول لك ثلاث كلمات من الموال يخش لك يخش لك على الأغنية. تمام. يا رب كل من لي حبيب ما تحرمه منه ولا تفرقوش يا زمان مهما شبع منه لأنه ماشي على خلاص ولا فيش عيبة جرت منه وروح خشش له أغنية. دول ثلاث كلمات ما كملش الموال. الأول أنا بذكر الله إلهي حي ما فيش سواه خلق عبده ولا ينسى. كان ليك شغل مرتبط بالافراح اكتر بالعجينه وال شيل العجنيه. شيل العجنيه. بتاع شيل العجنيه دي كانت مكسره الدنيا في الصعيد وقت من الاوقات. ما تسجلت كمان دي برضه. طب ما تسمعني حته منها. وقعوني مع واحده شيني بيتنا ما تعشينا يثنى على رصنا مشينا تريه العفش عمره طويل. هي قالت له برضه نشينا يا فقري برضه نشينا يا فقري وقدمك علي فقري زعب وطق قطع صدري ومن ياخدك غيري يا غشيل. قال وهمتيني يا بنت الناس أنا أجعل وراكي مراس ترك فقرية ما فيش إحساس جبتي لي عدة ياسين واللي معاه واحدة قصيرة يعملها حمالة زير واللي معاه واحدة طويلة يعملها حبل الغسيل واللي معاه واحدة أصيلة وجميلة يعيش معاها طول السنين. ده تأليفك طبعا. يعني جات الفن ده في العيلة ازاي؟ هو مش في العيلة. في الأسرة بس كان فن لأنه والداني أصلا لا أبوه فنان ولا جده فنان شاعر ولا حاجة. أبوي اسمه فهم أبو علي بهمام خشاب من عائلة اسمها بيت أبو خشاب في البربي رجل فلاح يعني ربي. فما هوش الفن. اتشبك مع مين في الفن دي؟ مع جابر أبو حسين الله يرحمه. الله يرحمه. خد موضوع السيرة من جابر أبو حسين كان شاعر ومن السيد الضوي والضوي نفسه أبو السيد الضوي كانوا شعراء. فكانت الشباب طبعا تلتقى معهم في السويس وفي بعض البلاد البحيره وجنا والموالد بتاع سيد عبد الرحيم واتجه لموضوع الفن المرحوم ابوي حتى ساب البلد عشان الفن. ليه؟ وساب مراته وعياله. ليه؟ هو الفن وهو البلاد بتاعت الفن والحكاوي دي الناس وكانوش طبعا راضين بحكايه الفن الشعب والحاجات دي. بعد كده طبعا لما وصلت انا للسن بتاع 9 سنين لقوا صوتي موهبه وصوتي كويس وبقيت اروح معاهم في الحفلات وأغني. يقول لا خلونا رجب أغني خلونا رجب أغني. اطلعت في الأغاني. ولادك فنانين الحمد لله. كم معك كم ولد الأول؟ ربنا يخلينا وخليك معي 13. 13 كم واحد منهم فنان؟ الفنانين فيهم أحمد ومحمد ومصطفى مصطفى رجب قلنا احنا ومحمود أربعة وشعراء وبرضو عبد الله مسكين في الفن شوي. 6 منهم هيطلعوا فنانين شعبيين ان شاء الله. وكريم الصغير ده معنا كريم الصغير يغني بيغني صاحب الزيت يتشال في القلب والعين عشان بتفج منه روايح لكن النجل لما يبدي بالعيب ما تجي منه غير الفضايح. Ah
يا حاسد المرتاح على حاله وحاله بتقول أحلى من حالي وقعد تعالى نحسبها بالراحة ما فيش واحد من الهموم خالي أنا مش مرتاح أنا كل مشاعري وأحاسيسي مليانة جراح مجروح من كل الناس جدا وما فيش أفراح ما هي كل الناس جت على وجعي والعشا ما هو راح الربابة تقدر تقول كل الألحان كل المقامات؟ آه طبعاً الربابة يعني مش ناقصة عن أي آلة ده بالعكس ده هي اعتبر أقوى آلة في الآلات الوترية أقوى مع إنها هي خيطين وترين والخيط الجديد ده متهيألي جديد هو القديم هو السبيب صح؟ السبيب صح يعني هو كده؟ هو الشعر ده شعر الحصان الحصان مش كده؟ بالظبط تمام والخيط الثاني ده الجديد اللي هو السلك الوتر وتر سلك ده ضاف تقريبا اخر سنين متهيألي ضاف ضاف طبعا العازفين طبعا اللي اكتشفت الموضوع ضافته وزمان كانوا يضيفوه برضو كانوا اثنين شعر اثنين شعر اثنين شعر ايه الفرق واحد تخين واحد رفيع ولا بيفرق في كانوا يستخدموه كمردات مردات بس في بعض الناس كانت تستخدمه وفي ناس ما كانتش يعني تعرف تستخدمه صح الدنيا كالساعة مرة الدنيا كالساعة مرة ساعة حلوة وساعة مرة سيبك من الخاين بالمرة ماشي لك راجل يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا تماشي راجل براجل يا بلاش يا جاور راجل يا بلاش يا تقاعد راجل يا بلاش يا ولدي إذا قعدت في مكان أقعد بالكمال كلم كلام مليان يا بلاش غير الجد ما تلقاش يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش الرئيس رجب ايه هو الموال الاحمر وايه هو الموال الاخضر والابيض الموال الاحمر اللي هو يعني بالنسبه للمبتلي والعليل والطبيب واللي اشتكى والكلام ده الموال الاحمر تمام الاخضر موال يعني بيحكي عن الحب والعشق والعشق زي يعني لما تقول موال اخضر انت تبدا باي حاجه مثلا صبيه بدلال باختها مال عذراء من الريف بدم خفيف على ايدها ثلاث لمونات تشبه بنات الروم بوسط مبروم جايبه الطب في علب مكلف وليه مونات بحر المحبه غزير لكن عند العاشقين لمونات لهمينات يعني فقال لغيتها بالعين قالت لي ده أنا في طريق يقغرك الملبوس وعلى الكتفين في طريق الكنت غاوي روح لأبوي في الديار بالعين يقولوا أسس وجاب الرجال بالعين ده الحب في القلب مش بحلقة بالعين وإذا بصيت بالعين هتروح في ثلاث لمنات بالنسبة لموال الحب الأخضر ده الأخضر الأخضر الأحمر بتاع العليل والطبيب الموال الأبيض اللي هو بتاع إيه الصاحب المخلص تمام الزين الموال الثاني برضو الاصفر الصاحب بعد عنك الخاين الوحش اللي هو الردي بعد عن السمعين فبقول خلالي ايه الردي ابكي عليه تاني انا قلت سيبه يا قلبي ولا تفكرش فيه تاني وانت يا عين حرام لما تبكي على الردي تاني في انواع تانية يا عم رجب ما فيش بالنسبه للمويل بالضبط ثابته المويل
بس المهم في الـ في الـ في التفسير بتاع الموال. مين بيكتب عشان نفسر؟ يعني انت مين بيكتب لك الموال؟ لا انا محش اكتب لي موال. اه انا يعني بألف تلقائي واقول فني تلقائي، زي المرحوم الله يرحمه محمد طه برضو كان يبدع في الفن الشعبي بتاعه بالنسبه للموال. يعني ترتجل على المسرح دمار. اه على المسرح. وتكلم بدك تماشي الرجال اقعد مع الناس اللي ليها في الكلام سمرة. وصل كبير وقال يا ولدي اذا حبت صاحب صاحب رجال جدعان يا بلاش، وإذا قعدت في مكان يا ولدي اقعد بالكمال واتكلم كلام مليان وسط الرجال يا بلاش، وإذا حبيت تناسب برضو ناسب رجال جدعان يا بلاش. جمال أبو حلمي محبة في الرسول أبو فج عشان الموال عشان السمع. يا لدمي فدمي في همي بكم معاي، أنا من في همي بكم معاي، لما نزلت مدابة عريس الليلة عنده 5 سنين، عبد الرحمن عبد اللطيف أبو فجة من هوارة بني محمد، ودي قبيلة كبيرة بتسكن الساحل الجبلي في مركز البليانة بسوهاج، وليها عاداتها وتقاليدها اللي محتفظة بيها من آلاف السنين، زي إنك صعب تلاقي واحدة ست ماشية في الشارع، ومعظم عائلتها بيعملوا فرح للطهور زي أفراح الجواز بالظبط، فرح وله ليلة حنة بيلف فيها القرايب وولاد العم بصينية الحنة في شوارع المنطقة. ولا تقصدي لي على شباب المرأة.